برضو عايزة حضرتك تفهمنا دور المركز الوطني في ده. طبعا الانفورماتكس في اللي هو الان سي بي اي او بيسموه الناشونال سنتر بايو تكنولوجي انفورميشن، خدوا هذه المعلومات من كل قواعد البيانات، يعني الكروموسومات الانسان زي ما قلنا خلال 10 سنين اللي فاتوا كان المشروع مش بس قاصر على كروموسومات الانسان فقط او جينات الانسان او المعلومات بتاعت الجينوم بتاعت الانسان، ولكن بيربط ما بين جينوم او كروموسومات الانسان وبين الكائنات الاخرى. كل ذلك طمع في قواعد بيانات ضخمه كبيره وكبيره جدا، واتحطت في الان سي بي اي او الناشونال سنتر اوف بايو تكنولوجي انفورميشن في قواعد بيانات منفصله، وكل هذه القواعد ربطت مع بعض وتحط لها واجهه واحده او انترفيس واحد. اللي حصل بقى ان دوت سهل على الناس تقدر توصل لاكبر قدر من المعلومات وفي شكل مباشر وفي مكان واحد، وده سموه الجين بانك، يعني سموه بنك الجينات، اتحط فيها بنك الجينات كل يوم بيزيد، وكل واحد بيعمل ابحاث في مكان بتنضاف في الجينات بتنضاف في هذا المكان. فدوت كانت مهمه كبيره جدا قاموا بيها الان سي بي اي او ناشونال سنتر اوف بايوتكنولوجي انفورميشن، وكنت انا حظي اني زرت هذا المكان بنفسي، لان ده يعتبر يعني اسطوره، مكان اللي في اكبر مكان في العالم بيجمعوا فيه هذه المعلومات، وشفته بيشتغلوا فيه وكان ليه زمايل بيشتغلوا في هذا المكان كمان. ده اللي خلى العالم كله دلوقتي اي واحد عايز اي معلومه بيولوجيه او وراثيه مجرد ما يخش على هذا على الويب سايت يقدر يجيبها، وتقدر تقارني بين جينوم الانسان او الماده الوراثيه بتاع الانسان بالكائنات الاخرى، وايه علاقته؟ يعني ايه علاقه الانسان مثلا الفار بالمش عارف الدوده بالدروسوفلا الحشره بالنبات؟ فده كله بيتم دلوقتي عن طريق لان كل الجينومات بقت موجوده في نفس قاعده البيانات، وفي برامج سهله بتستخدم للمقارنه وايه الفرق وايه الزياده والنقصان. فبيدينا كونسبتس او مفاهيم كتيره وجديده خلتنا تطورنا فكريا كتير. يعني لو طبقنا كل الابحاث اللي معموله عندنا دي، تفتكر حضرتك ان احنا نقدر نصل بكم كبير من الزراعات داخل مصر نصدر وكمان نكتفي بالمحاصيل داخل مصر لتغطيه الجمهوريه ككل؟ طبعا طبعا، لو بس مش طبقنا كلها، لو طبقنا 10% بس الادراج ويمكن اقل. في ناس بتعمل بحث، البحث ده ممكن يعمل طفره في الزراعه في مصر، وهذا البحث بتحط حبيس الادراج. يعني انا مش عايز اذكر امثله، لكن في كميه كبيره من الامثله عندنا ناجحه جدا واللي بتعمل بس هذه الدراسات، وللاسف في الاخر بتحط حبيس الادراج. وكثير من الاختراعات في كليات اخرى هندسيه، وكثير من الادويه في كليات الطب. ولو بيرجع يعني حضرتك حاسس ان ده بيرجع لايه؟ هل نوع من الاهمال من المسؤولين، ولا عدم جدية بان البحث ده ممكن يطبق وينفذ بطريقة صحيحة؟ يعني شايف مفيش ربط ما بين التطبيق وما بين الابحاث اللي بتتم في الجامعات، فقال لك ده بتوع الجامعات دول يعني ايه بيترقوا وياخدوا درجاتهم يعملوا ابحاثهم خليهم في حالهم، والسوق واحنا بنعمله في التطبيق حاجه ثانيه، فما فيش ربط. فانا كنت اقترحت وانا كنت اشتغلت فتره في وزاره التعليم العالي ان انا قلت يا جماعه طب ما تعملوا هيئه او جهه تربط ما بين الابحاث وما بين التطبيق، وتبقى تطبيق الابحاث في الزراعه والصناعه والتجاره في كل حاجه، يعني وسميتها تسويق الخدمات العلميه، يعني تسويق الابحاث العلميه هيئه بقى. وكتبت تقرير بذلك، لكن ما يعني ما خدش ان الدوله دي وظيفتها تقول والله فلان فلان يا عم البحث بكذا، مين الجهه المستفيده او مين اللي عايزه وياخد هذا الموضوع ويطبقه ويسعى ورا الموضوع، لان ده شفته في امريكا الحقيقه، ولكن ما مشيتش الحكايه. بس ده نتمنى هو ده الطريقه الوحيده اللي تربط، لان في انفصال تام ما بين الباحثين في الجامعات او المراكز البحثيه وما بين التطبيق، وده هذا الجاب اللي موجود او هذه الحلقه المفرغه هي دي اللي بتخلي الاثنين بيشتغلوا في اتجاهين مختلفين. يعني يعني النهارده خبر بزراعه 2 مليون فدان قمح في السودان، و
طبعا الارض هناك ارض خصبه في المنطقه دي، لكن طبعا. عايزه اسال حضرتك، هل ما عادش في اراضي في مصر نقدر ان احنا نزرعها زراعات مختلفه؟ انتهت بالنسبه لنا؟ لا طبعا في اراضي، حتى الاراضي الصحراويه اللي يعني اللي مش في اراضي كتيره جدا، مثلا في سيناء من قابل الزراعه، عندنا اراضي كتيره قابل الزراعه. الاتجاه المفروض يبقى اتجاه تفكير ازاي ممكن نزرع في الاراضي اللي كنا زمان غير مستصلحه، يعني قاعده او غير مستصلحه، وازاي نستفيد منها، وتبقى هذه توجه الابحاث، وده توجه موجود في الابحاث الزراعيه بالفعل، لكن ما بيتمش تطبيقه. وعندنا امثله كثيره، مثلا ارز مقاوم للجفاف في جامعه زقازيق طلعنا ما تمش استغلاله، والدكتور احمد مستجير كان بيتكلم عن قمح بيتزرع في الاراضي الملحيه برضه ما تمش. فالاجهادات البيئيه موجوده في كل العالم، انا بشوف ايه الاجهاد البيئي او الحاجه اللي بشتغل عليه عشان يديني انتاج، هو الابحاث دي عشان نقدر ان احنا نغير من حاله. للاسف في مصر في فصل، يعني في ناس بتشتغل بالظبط في الجامعات وبتطلع مراكز الابحاث، بتطلع عارفه ايه الاجهاد وعارفه ايه المشكله وبتعمل، انما هذا الحل لا يطبق. لا يطبق بالظبط. فدي دي ما فيش داعي لمراكز الابحاث. والله هو دول ناس بيأدوا شغلهم مطلوب منهم كده وبيعملوهم، لان ده شغلهم وضميرهم، بياخدوا مرتب على هذا الموضوع بيشتغلوا. يعني لما تقعد في مصر بتخسر ملايين. انا اشتغلت على الجهاز الحراري وعملت مشروع سنتين مع مكتب الاسكندريه ممول، وطلعت محصولات مقاومه من الطماطم ما استخدمتش بعد كده في طماطم بالمناسبه، عشان مشكله الطماطم 8 جنيه. عندنا في الكليه اذكر الدكتور هاني دو، واذكر الدكتور منعم، ناس كتير عندهم سؤالات مقاومه للجهاد الحراري وطلعها، وبيشتغلوا في هذا الموضوع في الطماطم والخضار والكلام ده كله، طلعها في ساعات مقاومه برضه ما حبس الاضرار. في القسم عندنا في الرز مقاومه للجفاف، لان الرز بيستهلك كميه كبيره من الميه، واحنا عندنا بنشتغل في الميه دلوقتي. هل التوجه الى وزاره الزراعه ووضع هذه الابحاث عندها برضه غير مجدي؟ عندهم الابحاث، بس هم لانه هم عندهم باحثين غير باحثين الجامعات، فدي حته يعني هتطوع عليها في برنامجكم، ودي معناها عامله مشكله. في حلقه مفرغه ما بين وزاره الزراعه وما بين كليات الزراعه، دول بيشتغلوا في اتجاه ودول يعني المفروض يبقى في يعني اشتراك ما بينهم هم الاثنين، لان المجال واحد والابحاث هي اللي تخدم الوزاره. طبعا دول الاثنين زراعيين، وده كليات الزراعه هم الاساتذه، هم عن طريقهم باحثين وزاره الزراعه بيتخرجوا وياخدوا ماجستير ودكتوراه وبيشتغلوا عن طريق كليه، بيتخرجوا من كليات الزراعه، بس دول الحقيقه بيشتغلوا في اتجاه، ودول بيشتغلوا في اتجاه، وفي فصل زي حاجات كتير موجوده في مصر. فاحنا محتاجين الحلقه المفرده دي حتى بالاثنين اللي في تخصص واحد يتجمعوا ويبقوا ايد واحده. بالظبط. وده يمكن موجود كمان في الصناعه وفي التجاره. دكتور، في الفترة اللي جاية إن شاء الله، يعني حضرتك ماسك الجمعية المغربية للمعلوماتية الحيوية بالنسبة لمصر. ما هو أبدي أنا ماسكها، أنا مندوبها في مصر وكده، وإحنا كان نفسي نعمل واحدة مصرية جمعية معلومات، وبدأنا فعلا نجمع الناس بس ما تمتش خالص. أنا مندوب الجمعية الوطنية المغربية للمعلوماتية الحيوية، لأن هم بدأوا يجمعوا فاندنج من جهات مختلفة، وبدأوا يجمعوا الباحثين على مستوى الوطن العربي، ودعيت أكتر من مرة وقالوا لي نعمل فرع ليها في مصر، وده اللي بحاول أعمله. جمعت ناس فعلا في مصر وابتدينا نهتم، وبقيت نبعت الأبحاث ونعرفهم يعني إيه بقى انفورماتكس أو معلوماتية حيوية ويعملوا إيه وكده، ومتواصلين في مجموعة اسمها مجموعة ABC العلمية. ودي فيها يمكن أكتر من 6000 وشوية باحث، حوالي 7000 باحث مصري على مستوى الجمهورية في جميع التخصصات، وبنتواصل. ودي برضه مجهود فردي عاملها، يعني دكتور وائل لطفي من جامعه اسكندريه عاملها، خد مجموعه من جوجل جروب او ياهو جروب حاجه زي كده، وجمع كل الباحثين المصريين وبقينا نتواصل، يعني ماهيش مجهود حكومي، ده مجهود فردي. وطبعا اشكر دكتور هاني هلال موجود في المجموعه وبيساعد، اي مثلا يعرف اي خبر حد محتاج مساعده الحقيقه بيساعد ويتدخل في الوقت المناسب. لكن اقصد اقول ده اللي اذكر اسمه، يعني لانه متواجد وانا عارف انه متواجد، فاقصد ان الحكومه ما عملتش حاجه او عملت حاجه مشابهه، ما نجحتش بنفس الطريقه اللي نجحت فيها هذه المحاوله الفرديه. يعني عملوا مجموعات تجمع كل الباحثين والعلماء على الانترنت، ويجمعوا الباحثين المصريين بالذات، اجتمعوا ما نجحتش بهذا الشكل
زي اللي عملوا البحث الفردي للدكتور لوحده. استاذ دكتور احمد منصور، استاذ علم الوراثه جامعه الزقازيق، اهلا بحضرتك معانا، بشكرك جدا. ربنا يخليك، جزاك الله خير.